ايش هو الانتقاد اللي ما بتحب تسمعه من زوجته؟ الانتقاد مش متزوجة. كل شيء بقول من زوجتي. ايش هو الانتقاد اللي ما بتحب تسمعيه من جوزك؟ نصحانة للآخر. خلاص صفيت لحالي. مش اسمع اي انتقاد من زوجي. عمري مش ضايع عالفاضي، خد مني الصافي وبعطيك انا. ايش الانتقاد اللي ما بتحب تسمعه من مرتك؟ الانتقاد اللي ما بحب، ما فيش انتقاد يعني، تقريبا ما بتنتقدني بشيء. ليش مطول هالقد؟ مرحبا، كل سالك سؤال مرة جاي. اوكي مرحبا، كيفك؟ شو اخبارك؟ عامل حالك مش شايفيني صح؟ طبعا. اوكي بنسالك سؤال سريعا، ايش هو الانتقاد اللي ما بتحبي تسمعيه من جوزك؟ جوزي ناصحة. ايش الانتقاد اللي ما بتحب تسمعه من زوجتك؟ يعني تقريبا ما في شيء محدد، طول واحد مو ماشي تمام خلاص اموره جيده. ولا انتقاد؟ ولا انتقاد الحمد لله. اوكي الله يخليك ورا بعض. الله يسلمك. وين رايح؟ ايش الانتقاد اللي ما بتحبي تسمعيه من جوزك؟ من جوزي ما بحب ينتقدني بشكلي او لا سلمه. انا مبسوط بحالي وراضي، شد حيلك خلني افرح فيك. بس بصراحه ايش هو الانتقاد اللي ما بتحب تسمعه من زوجتك؟ والله والله يا صعبها. انتقاد انك كثير غلبه. انت كثير غلبه؟ مش كثير غلبه، بس هذا اللي بحب اش اسمعه. شكرا. ما احب اسمع شيء من زوجتي. والله ما عارف شو اقول لك. تاخرت اليوم تيجي على البيت. ايش هو الانتقاد اللي ما بتحب تسمعيه من زوجك؟ مش عارفه. يلا تعالي جنبه. تعالي. عافية. هذا همك. عافية. ايش هو الانتقاد اللي ما بتحب تسمعه من مرتك؟ شيء فات عليه اوان وعاودة تذكرني فيه. طيب نسألها، ايش الانتقاد اللي ما بتحب تسمعيه من زوجك؟ الشيء نفس الاشي. شكرا. رجعت الساعة كم؟ كنت اسألك سؤال سريعا بس بصراحة، ايش الانتقاد اللي ما بتحب تسمعه من مرتك؟ جيتنا على حين غرة. شو يا الله يساعدني. شو الانتقاد يا بس ساعدني. طيب.